وشوشة بصي ما ينفعش احكم على زمايلي عيب في كتير قوي شطار مذيعين شطار فلو قلت حد حد هيزعل ولو ما قلتش حد حد يعني فكله اول حاجه الاعلامي الناجح نمره واحد لازم يكون نفسه ما يبقاش حد تاني ما يقلدش حد يعني ما اطلعش اقلد يوسف الحسيني عمرو اديب اسامه كمال ما ينفعش اطلع انا بشخصيتي مش بشخصيتي يعني بآرائي، لا بشخصيتي كأسامه منير. بتكلم زي ما بتكلم معاكم. تاني حاجة الإعلامي الناجح لازم يكون صادق مع نفسه قبل ما يبقى صادق مع الجمهور، لأن هو لو مش صادق مع نفسه مش هيبقى صادق مع الناس. والبني آدم اللي ما بيبقاش صادق مع نفسه كلمته ما بتوصلش. الناس بتبصي، دي ما بتكذبش. الكلمة بتطلع يا بتخش القلب يا بتترمي. ورا يقول لك ده افاق بصي محدش حدش بيختار الحب عشان نضحك على بعض الحب هو اللي بيختارنا اه حب بيوقعنا على وشنا الفكره لما قلبك يدق ما توقفيش عقلك لان احنا مشكلتنا اول ما الواحد قلبه يدق بيلغي عقله بيشوف حاجات غلط يقولك لا 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 هي اصلا ما كانتش تقصد يشوف حاجه تانية غلط يقولك لا ما انا مش هظلمها لا اصل الموقف كان مش عارف نبتدي ندي مبررات وحجج للطرف الاخر لازم عقلي يفضل شغال على الاقل في الاول هو جيتي الحق طول العمر في الاول علشان احكم على العلاقه دي صح العلاقه دي هتنجح ولا هتفشل مناسبه مش غير ولا غير مناسبه محتاجه انهيها ولا اشتغل عليها علشان تبقى كويسه اصلح المشاكل اللي فيها لو ما عملتش كده هغرق لا محاله ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وش